نروح بقى لأخبار الصحف والمواقع وكمان المنشطات الهامة وجريدة اليوم السابع، وزميلتي العزيزة سالة حامد متواجدة هناك عشان تطلعنا على أهم هذه الأخبار، ومعها الأستاذ رامي عبد الحميد الصحفي بجريدة اليوم السابع. يعني سالة بنصبح عليكي وأكيد بنصبح على الأستاذ رامي، وسامعينكم تفضلي. صباح الخير يا نهاوند، واكيد بصبح عليك يا كريم وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده اكيد من 10 الصبح في الاهلي، وجوله صحفيه جديده، وزي ما انت قلت يا نهاوند اكيد من جريده اليوم السابع هطلعكم على اخر واهم الاخبار طبعا في الصحف الرياضيه سواء المحليه او العالميه، واللي يعني معظمها بيتكلم عن يعني المرحله الاخيره المؤهله لتصفيات كاس العالم لكره القدم 2022. ويخليني ابتدي معاكم باول خبر النهارده من جريده اليوم السابع بعنوان منتخب مصر يبدا الاستعداد لمواجهه الجابون في ختام تصفيات كاس العالم. ومن جريده الشرق الاوسط مواجهه ساخنه بين البرتغال وصربيا لحسم التاهل المباشر لنهائيات كاس العالم. والخبر الثالث معنا النهارده من الرياضيه السعوديه، الالماني يخسر 12 لاعبا وفيليك يطالب بالانتصار وتشيجن يعود نوير. والخبر الرابع النهارده معانا من جريده روسيا اليوم، ايطاليا تفقد 3 لاعبين اخرين قبل مباراه حاسمه في تصفيات كاس العالم. يمكن طبعا يعني كمان النهارده او دلوقتي هيكون معانا لقاء مهم مع الاستاذ رامي عبد الحميد رئيس قسم يعني الرياضه في جريده اليوم، او نائب رئيس قسم الرياضه في جريده اليوم السابع. طبعا يا استاذ رامي في البدايه برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، وفي البدايه طبعا خلينا نصبح على حضرتك. صباح الخير وصباح كل الساده المشاهدين، وصباح على خير على الزملاء في الاستوديو. يعني احنا طبعا مبسوطين دايما ان اليوم يعني اليوم السابع بيستضيف قناه الاهلي، وعشان نتكلم على الاخبار واهم الاحداث الرياضيه. يعني استاذ رامي طبعا اول خبر معانا النهارده من جريده اليوم السابع، واللي بيتكلم طبعا عن خلاص يعني اخر استعدادات منتخب مصر للمواجهه او المباراه القادمه ان شاء الله امام الجابون، بعد ما خلاص ان منتخب مصر تاهل بشكل رسمي للمرحله النهائيه لتصفيات كاس العالم على حساب يعني منتخب انغولا. انا بعتقد ان مباراه يعني الجابون مباراه مهمه جدا بالنسبه لمنتخب مصر ومستر كيروش والجهاز الفني واللاعبين في نفس الوقت، عشان تاكيد يعني التاهل وتاكيد ان احنا ان شاء الله نبقى موجودين في التصنيف الاول. احنا يعني الحمد لله الامور ماشيه معانا بشكل كويس، الجهاز الفني بيسير بخطى جيده الى حد ما. نتيجة طبعا أنجولا كنا نأمل إن احنا يحصل فوز طبعا، لكن يعني هي دي كرة القدم واللعيبة يعني أدوا ما عليهم، كان في بعض القصور وفي بعض الأخطاء إلى حد ما، لكن أكيد الجهاز الفني هيشتغل عليها خلال الفترة دي. مباراة الجابون مباراة يعني بنعتبرها إن هي هتبقى المفتاح للتأهل إن شاء الله لكأس العالم، لأن احنا عندنا لسه مرحلة نهائية في التصفيات اخرى، والتصنيف هيخدم معانا كويس قوي ان شاء الله. فنتمنى ان شاء الله مباراه الجابون نحقق فيها انتصار ونعيد الثقه بالنسبه للاعبين والجهاز الفني مع الجمهور، لان كمان مباراه الجابون ليها يعني حسابات اخرى ما بين طبعا محمد صلاح وما بين اوباميانج طبعا نجم ارسنال. فاعتقد ان التفوق بالنسبه لمحمد صلاح هيدينا يعني منافسه كويسه وتفوق على منتخب الجابون ان شاء الله. استاذ رامي كمان الخبر الثاني معانا النهارده، وهي المواجهه المهمه النهارده والمواجهه الحاسمه ما بين البرتغال وصربيا، شايف حضرتك المباراه النهارده هتكون ازاي؟ لان كمان يعني المنتخبين عندهم دوافع كبيره جدا ان هم يفوزوا بالمباراه النهارده، مباراه مهمه هتخليهم يتاهلوا بشكل مباشر لكاس العالم طبعا لكره القدم 2022. هو في الحقيقه تصفيات اوروبا تصفيات قويه جدا، ومباراه يعني كان فيها بعض المفاجات. يعني المباراه اللي فاتت البرتغال تعادلت مع ايرلندا، طبعا كان يعني مباراه صعبه جدا على منتخب البرتغال، لكن النهارده اعتقد ان البرتغال ما عندهاش فرصه غير الفوز عشان تقدر ان هي تتاهل مع المنتخبات اللي تاهلت لمونديال 2022. فمباراه النهارده مباراه صعبه اكيد هنستمتع بيها. منتخب صربيا برده منتخب مش قليل،
عنده عناصر قوية، عنده عناصر ممتازة في الناحية اللياقة البدنية. البرتغال هتبقى مهمته صعبة شوية في المباراة، لكن تبقى خبرات اللعيبة الخاصة ببرتغال كريستيانو رونالدو وفرنانديز مجموعة طبعا كبيرة وعلى مستوى عالي جدا. أعتقد أن ممكن أن هي تحدث الفارق إن شاء الله بالنسبة لمنتخب البرتغال. البرتغال عنده مشكلة أنه هيفقد بيبي طبعا مدافع منتخب البرتغال في المباراة دي، أنه تعرض للطرد في المباراة السابقة، هي هتعمل يعني إلى حد ما نوع من الارتباك عند منتخب البرتغال. لكن يبقى أن احنا هنتفرج على المباراة النهاردة، أعتقد أن هي مباراة قوية وممتازة يعني من الناحية الفنية، هنستفيد منها كويسة إن شاء الله. أستاذ رامي، زي ما حضرتك قلت المواجهات في التصفيات الأوروبية يعني صعبة جدا طبعا على كل المنتخبات، يمكن كمان يعني منتخب ألمانيا عنده مواجهة مهمة مع أرمينيا، ولكن يعني في بعض الصعوبات بيواجهها زي أنه فقد 12 لاعب بسبب الإصابة بفيروس كورونا. شايف حضرتك منتخب ألمانيا إزاي هيستعد للمواجهة دي وإزاي هيعالج الموضوع ده؟ طبعا منتخب المانيا منتخب قوي ومنتخب عنده لعيبه على مستوى عالي على مستوى العالم، بيلعبوا في كتير من الانديه الاوروبيه. طبعا فليك مدرب ممتاز، يعني هو راجل كان مع بايرن ميونخ كان عامل نتائج متميزه جدا وعامل نتائج يعني خلت بايرن ميونخ طبعا يعني يتاهل ويحصل على دوري ابطال اوروبا في وقت من الاوقات. فاعتقد ان فليك عنده حلول وعنده يعني تفاصيل اخرى بالنسبه لمنتخب المانيا النهارده في مباراته امام ارمينيا. منتخب ارمينيا طبعا يعني يمكن في الكوره ملوش تاريخ قوي، ولكن تبقى المفاجات موجوده. منتخب المانيا عنده مشكله في اللعيبه اللي طبعا هيغيبوا عنه بسبب كورونا، لكن بعتقد ان منتخب المانيا عنده فرصه اكبر من منتخب ارمينيا ان هو يتحقق النهارده ويلحق ببقيه المنتخبات ان هو يتاهل لكاس العالم ان شاء الله 2022. استاذ رامي، يمكن طبعا الخبر الرابع معانا النهارده والاخير من جريده روسيا اليوم انه طبعا ايطاليا يعني فقدت ثلاث لاعيبه مهمين جدا في صفوف المنتخب قبل مواجهه مهمه مع يعني ايرلندا الشماليه، اكيد كمان في الجوله الاخيره من تصفيات المؤهله لبطوله كاس العالم. منتخب ايطاليا مش هيختلف كتير عن منتخب البرتغال في صعوبته امام فريق ايرلندا النهارده. يعني فريق ايرلندا فاجئنا الحقيقه في المباراتين او في الفتره اللي فاتت، منتخب قوي عنده سرعات عنده تكتيك كويس جدا، تعامل مع مباراه البرتغال بذكاء جدا. المدرب الايرلندي مدرب على مستوى عالي جدا في الناحيه الخططيه والناحيه التكتيكيه. اعتقد ان مباراه ايطاليا هتبقى صعبه على اللعيبه وعلى مانشيني طبعا، لكن ثلاث لاعبين يمكن عندهم اصابات ممكن ما يكونوش مؤثرين قوي بالنسبه لمنتخب ايطاليا، عنده بدائل اخرى. لكن هي من الناحيه التكتيكيه والناحيه المباراه نفسها صعبه، لان منتخب ايرلندا منتخب صعب وعنده دفاع قوي وعنده خط وسط قوي، فممكن تبقى المهمه صعبه على المنتخب الايطالي. في النهايه احنا نتمنى ان كل المنتخبات الكبرى تكون موجوده في كاس العالم عشان نقدر ان احنا نستمتع بكره القدم ونستمتع بكاس العالم. منتخب ايطاليا طبعا من المنتخبات الكبيره والمنتخبات اللي تستحق ان هي تكون موجوده في كاس العالم ان شاء الله. طبعا استاذ رامي عبد الحميد نائب رئيس قسم الرياضه في جريده اليوم السابع، بشكر حضرتك جدا النهارده وكنت سعيده جدا مع حضرتك. ميرسي، شكرا جدا وصباح الخير. إذا طبعا يا نهواند وكريم، كان لقائنا مع الاستاذ رامي عبد الحميد نائب رئيس قسم الرياضه في جريده اليوم السابع، واللي طبعا كلمنا يعني بشكل او بالتفاصيل يعني عن كل الاخبار النهارده سواء المحليه او كمان العالميه. طبعا في يعني التصفيات المؤهله لبطوله كاس العالم سواء التصفيات الاوروبيه او التصفيات الافريقيه بالنسبه لمنتخبنا الوطني منتخب مصر قبل يعني مواجهه منتخب الجابون. كده طبعا يعني كانت كل اخبارنا النهارده، بشكركم جدا والان العوده مره اخرى للاستوديو. طبعا الكلمه ليك يا نهاوند، تفضلي. تغطيه اكثر من رائعه، شكرا ليكي جدا وشكرا لضيفك يا سالا، وبنشكر مره ثانيه زميلنا العزيز محمد توفيق. يعني الكلام كله تقريبا داير على المنتخبات طبعا المختلفه، ده بيتهيألي الملف حاليا الابرز يعني، لكن فكره برضو هنا علامات الاستفهام الموجوده عند بعض المنتخبات منهم مصر، يعني دي مزعله بعض الجماهير اكيد، لكن نتمنى ان الفتره اللي جايه فعلا تكون فتره افضل على المنتخب المصري تحديدا، لان احنا بنامل ده واحنا نستحق ده طبعا.
دي النقطه ان انت تستحق، انت منتخب قوي، فدي حاجه كان لازم نقولها. بس برضو الروح عندنا لازم ما تبقاش كريم انهزاميه، يعني هنكرر نفس الكلام تاني، مهمه قوي النقطه دي. ما ينفعش ان احنا نصدر دلوقتي سواء للمنتخب او حتى للمنافسين ان الراي العام حاليا احنا عندنا حاله انهزاميه، احنا مش حاسين ان احنا نستطيع خلاص التاهل. لا، يعني لسه الموضوع كبير. لكن لو هنتكلم تاني، الجزائر هي يمكن دلوقتي من افضل المنتخبات، الحق يقال يعني.